السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل على كل مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناة النهار في كل مكان. وحشتوني جدا جدا جدا، سعيدة بأول حلقة مع حضراتكم. الحمد لله إن احنا رجعنا نلتقي على شاشة النهار مرة تانية. طبعا فاتني حاجات كتير، لكن النهاردة حبيت إن أنا برضو ما يبقاش فاتني كتير معاكم، خصوصا في وصفات الرنجة اللي طلبت مني على الخاص على الصفحة الشخصية. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة لطيفة، إن عارفة إن احنا الرنجة نقدر ناكلها طول السنة، ونعمل منها النهاردة فتة رنجة بطريقة كده مختلفة وسريعة وجميلة وللي بيحبوا الرنجة. اسمحوا لي في البداية الأول أشكر طبعا شركة الغنيمي على مجهوداتها وعلى كل حاجة بتقدمها لنا عشان نقدر نظهر قدام حضراتكم بصورة لائقة وبشكل يعني مشرف. وبشكر قناة النهار وكل القائمين عليها وكل الكرو وكل الناس اللي ورا الكاميرات وكل الناس في الكنترول، وشكرا خاصا على أنهم بيساعدونا أن احنا يعني نطلع لحضراتكم بشكل زي ما احنا بنتمنى وزي ما شركتنا بتتمنى. اسمحوا لي بقى نبدا على طول في الوصف عشان الوقت بيبقى مش كتير. هبدا اقول فتت الرنجه. انا طبعا عندي رنجه في جزء مخلي، وانا سبت واحده هخليها مع حضراتكم دلوقتي حالا على الهواء. وعندي بقى منها ايه؟ معايا بقى عيش محمص. تستغربوا قوي، لا انا عاملها زي الفته، تتغمس منها فيها وتتاكل بالشوكه كده، حاجه كده رائعه. عندي بقى طماطم متقطعة مكعبات، بصل متقطع جوليان، بصل أحمر طبعا، لو في أخضر يبقى تمام. وعندي طماطم، وعندي فلفل أخضر أو فلفل رومي اللي متوفر عندكم. طبعا مش هننسى أنه في معلقتين من زبدة فول السوداني، أنا خلطتهم مع الطحينة على فكرة، بيدوا تيست وطعم مختلف جدا للرنجة. للناس اللي مش متعودة تاكلها قوي هتحبها قوي بالطريقة دي. وعندي كمان الخل، وعندي زبادي، وعندي عصير ليمون وكمون ومية وزيت. وطبعا هنبدأ مع بعض كده. أول حاجة هلبس الجلافز، واسمحوا لي أقدم تهنئة لشروق محسن وأقول لها هي فرحها خلاص الشهر الجاي. أقول لها ألف ألف مبروك يا شروق، وربنا يتمم ليكي بألف خير، ويتمم لكل البنات الحلوين بألف خير يا رب العالمين. بصوا الجمال، شايفين دي مخلية بإيدينا. أنا عايزة أقول لكم لما بنروح نشتري الرنجة دي مخلية ليها رقم، لو أنتوا خدتوها مخلية عشان هو خلاها لنا دي بسعر مختلف تماما، سعر عالي جدا. لكن أنا بقى إيه متعودة أي نعم، يعني كلتها وأنا كبيرة، بس كنا بنعملها بطريقه سهله قوي هقولها لحضراتكم دلوقتي. خليني اجيب بس الكاتنج بورد هنا. بصوا بقى انا مجهزه، اولا انا ما بحبش اعملها على البوتاجاز وزيت وريحه حله فيها شرايح ليمون، ميه بتغلي، هنزل الرنجايه، وده بينزل من نسبه الملح للناس اللي عندهم ضغط عالي ما بيحبوش او ما بيقدروش على نسبه الملح الزياده. خلاص سنه بسيطه، اول ما بتنزل بتبدا تتفتق. بصوا اهي، تعالوا بقى هنا نسمي الله، وهبدا اشيل القشره بتاعتها اهي زي ما انتم شايفين كده كده. بصوا شايفين الجمال، هبدا كده. انا ما حطيتهاش كتير على فكره، وفي ناس في المحلات بتبدا تقصها من الجناب وتقص الراس وبعدين تبدا تخليها وهي كده على البارد، دي طريقه ثانيه، بس انا بحب انزل من نسبه الملح اللي موجوده فيها، وده لانه بيخليها كده ايه خفيفه شويه الى حد ايه يعني مقبول. دي اللي في الجناب بنشيلهم كده، دي السلسله، وبعدين ببدا ايه اشيل. انا ما حطيتهاش كتير، المفروض ان هي بتتحط حاجه اكتر من كده شويه، بس انا ما اتكتش عليها النهارده. بصوا بشيل السلسله كده، السلسله دي وانس انها اتشالت بتسهل عليا اخليها بكل بساطه. بصوا بقى الجمال، وهاخد الحته الجزء اللي باقي ده. وناخد اول مكالمه معانا، ام اسلام. يا صباح الهنا. انا زعلانه جدا. ليه يا روح قلبي؟ والله زعلانه، بس عايزه اقول لك الحمد لله على السلامه، يا حبيبتي منوره الدنيا يا كلها. تسلمي. مش قادره اقول لك، انا لو طلت زغرك كنت زغرت. زغرتي. انا موافقه انك تزغرتي واسمع زغرتك الحلوه. احنا مفتقدينك بطريقه مش قادره اقول لك قد ايه. والله يا حبيبتي ربنا يخليكوا ليا. والله انا اكتر. نورتي الدنيا كلها. يا حبيبتي نورتي الدنيا كلها. يا حبيبتي ربنا يخليكي. مدى سعادتي قد ايه والله لما شفتك. يا روح قلبي ربنا يسعد قلوبكم الحلوه والله، وما يحرمني من محبتكم ابدا. واحنا طبعا ما كناش مع بعض في شم النسيم، احنا كده بنعوض بقى. بنعوض شم النسيم. ايوه بنعوض قبل العيد الكبير بقى. ايوه العيد الكبير. انت عارفه ايه بقى اللي هتقدميه لنا؟ ايوه طبعا انا عارفه، بس طبعا لو ليكي اي طلب تقولي لي فورا.
حقيقي. انا عايزه تورته الايس كريم بعد اذنك. من عينينا هنعمل كام صنف ايس كريم؟ الحر ده مش قادره اقول لك يعني. لا وهعمل لك ايس كريم عشان مرضى السكر كمان، حاجه صحيه وروعه. الله يبارك لك يا حبيبه قلبي، وعايزه اقول لك منوره 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 قد ايه. يا حبيبتي يا رب يخليكي منور بوجودكم واتصالاتكم ومتابعتكم ليا يا حبيبه قلبي. تسلم ايدك على الرنجه الجميله دي. تسلمي تسلمي وتعيشي يا حبيبتي. تسلمي وتعيشي، نورتي الدنيا كلها. تسلمي يا ام اسلام. سلامي لكل كرو البرنامج يا حبيبه قلبي. انت قناه النهار وحشتنا جدا جدا يا حبيبتي. يا ريتك تبقي معانا كده دايما على طول يا حبيبتي. ان شاء الله يا حبيبتي، طول ما انتوا كده بمتابعتكم وتشجيع انا معاكم ان شاء الله باذن واحد الاحد. ما تحرمش منك يا ام اسلام يا غاليه والله، ولا كل حبايبي يعني الناس اللي بجد بعتت لي وسالوا عليا كتير جدا، شكرا جزيلا. بصوا بقى اتخلت بقت جميله ازاي، بصوا الكلام شايفين. طيب هعمل انا ايه بقى؟ بصوا بقى هاخد الكاتنج بورد الثانيه عشان بس ايه ما نبقاش خدنا مكان الزفاره دي، ويلا بينا. هقطع كده زي ما احنا عايزين، مكعبات قطع، انا بقسمها كده من النص، هي مقسومه اتنين كده. عايزه اقول لكم بقى الاسعار لما بتبقى هي مخليه، يعني لو سالته تلاقوا السعر مضاعف. كل ده عشان هو خليها لي. طب ما انا اخليها في البيت ما بتاخدش مني 10 دقايق، وبطريقه بصراحه تخلي ريحه البيت ما هياش وحشه، وبعدين في الاخر بحط ميه جديده وبحط فيها فانيليا وبسيبها تغلي على النار، والدنيا بتبقى معايا صراحه لطيفه جدا، وريحه المطبخ ما بتبقاش سيئه ابدا. بصوا بقى السلطه دي نقدر نقسمها اتنين، نعمل منها تغميسه تبقى معجون بنفس زبده فول السوداني والطحينه، تتضرب مع بعض مع عصير ليمون وكمون، ونقدر نخليها زي ما انا هعملها كده فته قطع للي بيحب ياكل الرنجه قطع. ومعايا ام جوزيف. يا مرحب يا مرحب. مرحب بيكي يا قمر. ازيك انت؟ يا رب سعدك وخليكي يا حبيبتي، ما تشوفيش وحش. قناه النهار وقناه النهار دايما منوره يا رب. يا حبيبتي الله بيكي يا عمري. حبيبتي يا رب يخليكوا ليا يا ام جوزيف. والله فرحانه فرحانه كتير يا شوف عطيمه. يا حبيبتي ربنا يخليكي ليا يا رب، وما تحرمش منك ابدا. بص بقى بالمناسبه الحلوه دي، انا كنت في اسكندريه عند اخواتي ولسه راجعه، وجبت معايا شويه الحاجات اللي بيعملوها شوربه السيفود بقى دي. يا عم يا عم ماشي. ايوه عايزاكي بقى توصفيها لي يا رب. عينيا ليكي عينيا. تسلم عينيكي. قولها لك دلوقتي. عينيا ليكي يا ام جوزيف، الحمد لله على سلامتك، وتحيه لكل اهل اسكندريه. الله يسلمك يا عمر، ربنا يخليكي يا قلبي. تسلمي يا حبيبتي، حفظ الله حفظ الله. مع الف سلامه حبايبي. بصوا بقى قطعتها حلوه ازاي وجميله ازاي، وعامله كميه ما شاء الله للي يحب الرنجه بقى. الناس هنا عايزه اقول لكم يعني ايه مستنيه. طبعا بقى بخلي البطارخ، لو اتبقى عندكم شويه انتم مش عايزينهم، عايزه اقول لكم حاجه واحده بس تقدروا تعملوا فيها ايه، تقدروا بكل سهوله تحطوها في برطمان ازاز فيه زيت وتقعد معاكوا زي ما تقعد. طيب هاخد بقى انا كده ايه طبق، بيقولوا لي الرنجه ما بتقعدش، حضرتك الرنجه بتتاكل في ساعات. طيب انا هعمل الدريسنج بسرعه. ايوه صح كده، هو ده الكلام والله يا استاذ احمد داخل مخرجنا الجميل. بصوا بقى احط شويه زبادي، انا عايزه حاجه ترطب شويه، فانا عاملاها فته زي الفتات اللي ايه اللي بنعملها في العادي، وادي زبده الفول السوداني اهي. بصوا كده معلقه صغنونه كده تدي تيست وطعم حلو بصراحه، بتبقى طعمها يجنن. وهاخد شويه كده من الطحينه، بسم الله اهي حبه كده حلوين، صوص كده جميل ومختلف بصراحه. وهاخد معايا عصير الليمون حبه كده حلوين وشويه خل، وطبعا هناخد شويه كمان من الميه. بسم الله الرحمن الرحيم، ومش هكتر، انا عايزاها تبقى تقيله شويه. وهاخد كده ويسك اوكي، وهاخد بقى معاهم ايه رشه بسيطه ذره كده من الملح، واحط شويه كمون حلوين شايفين ازاي. خلاص ونقلب علشان ابقى انا كده ايه امنت معايا الدريسنج بتاعي، وهخلط كل ده حالا فوق بعض مع الخضار، هتبقى حاجة كده تحفة. وتعالوا نكلم مدام سميرة. يا أهلا، بصوا الخليط بقى تقيل في سمك ازاي. يا حبيبتي يا حبيبة قلبي، وحشتينا. ربنا يخليكوا ليا مدام سميرة. الحمد لله على سلامتك يا يعني بصي أنا مش قادرة أقول لك سعيدة باتصالات حضراتكم ازاي بجد والله. وأنا كمان صدقيني إن أنا يعني مبسوطة جدا إن إحنا شفناكوا تاني يا حبيبة قلبي، ربنا ما يحرمني منكم. وحشتينا قوي يا حبيبتي. حضرتك أكتر والله، تسلمي لي يا رب، تسلمي وتعيشي. إيدك يا حبيبتي على
الجمال اللي انت بتعمليه ده يا حبيبتي، الرنجه الجميله يا حبيبه قلبي، تسلمي لي يا رب ويخليكوا ليا مدام سميره والله بجد. الله يخليكي يا حبيبتي، اعملي لنا المشمش بقى. عينينا والله. قلت لك ايه يا روان؟ انا بقى هعمل لك القمر الدين المكثف وهعمل لك الايس كريم المشمش. تسلم ايدك يا حبيبتي على من غير ما تقولي حضرتك تأمري يا مدام سميره. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي يا حبيبتي. تسلمي لي حبيبه قلبي، شكرا لحضرتك ولمداخلتكم والاتصالاتكم، وتحيه لمدام سوريا في استراليا حاولت تكلمني كتير، تحيه لفراوله في اسكندريه، تحيه لكل حبايبنا الحلوين. بصوا هبدا بقى انزل الرنجه، يلا بينا. بصوا بقى شويه بجد سلطه، لا لا حاجه تانية. دوقوا بقى التست بتاع الدريسنج اللي احنا عملناه ده، حاجه كده مختلفه. بصوا الجمال، بصوا الجمال، شايفين؟ وهحط شويه زيت نباتي حلوين، واللي عايز يحط رشه شطه يا جماعه مفيش مشكله. بصوا يا نهار ابيض على الجمال والحلاوه، بصوا الجمال، حاجه كده ايه من الاخر من الاخر. طبعا وانا معاك والله، دي حاجه لازم تتحجز. يلا ياشي اتفقنا، نقدم بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي بسم الله. ده احنا المفروض نعمل اكتر من طبق على فكره، لان ده طبق كبير، احنا كنا عايزين طبق، عايزين بيقولي مش هيكفينا الطبق ده يا شفا، بيقولي مش هيكفيني لوحدي. ماشي يا استاذ احمد، حاضر. حاضر يا فندم، علم وينفذ يا فندم. بصوا بقى حاجه كده روعه، ده بقى في علبه كده، هنحط الزيت دلوقتي على الوش ونجمل كده بشرايح الليمون. ايه ده بقى ده؟ ايه الجمال ده؟ بجد زبده الفول السوداني جربوها. الناس اللي ما بتحبش الرنجه يا جماعه لو جربتوها بزبده الفول السوداني يعني بجد مش هتندموا وهتحبوها، انا كنت زيكم بس الحمد لله حبيتها. بصوا بقى هنبدا نحط كده رشه زيت خفيفه حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو كده حب بقى حلوين كده، ونجمل بقى بشرايح الليمون. لو عندكم رشه بابريكا او شطه براحه حضراتكم خالص، هتبقى كده حاجه ايه جميله. وناخد بقى ايه شويه البصل الاخضر ده، ده البصل الصيفي يا جماعه، ده البصل الصيفي بيبقى كده شبه الكرات شويه. ويلا بقى العيش المحمص، بصوا عينيا، بصوا بس العيش المحمص بقى عشان تبقى فته. ما احنا يعني ايه مش هننسى. جميله جدا والله، وهتعجب حضراتكم قوي قوي ان شاء الله. دوقوها بس وقولوا لي رايكم وابعتوا لي في الكومنتس، وبجد يعني بشكر حضراتكم بجد على تواصلكم على اتصالاتكم، انتوا يعني اسعدتوني. ربنا يسعد صباحكم جميعا وكل مشاهدينا الكرام. بصوا الجمال يا خرابي، ايه الجمال ده؟ عيش بقى مقرمش في الفرن او محمر براحه حضراتكم خالص، شايفين الجمال؟ يلا بينا ناخد بس شريحتين الليمون دول يا روان لو سمحتي، اهم وماشي يلا عشان ما نزعلش. حبيبه قلبي تسلمون يا حبايبي. بصوا كده يلا حاجه كده ايه، ايه ده بقى؟ ايه الجمال ده؟ شايفين؟ يلا بينا خلاص احنا كده تمام، مش احنا مستكفيين كده، خليها بقى في السنتر هنا عشان بصراحه الطبق ده يتكلم عن نفسه، صح كده؟ انا النهارده عايزه اقول لحضراتكم حاجه، وخصوصا ان في ناس حتى النهارده يعني شباب من المساعدين بيقول لي ايه؟ بيقول لي يا شيف انا اللبن بيقطع برميه. قلت له بترميه ليه يا ابني؟ قال لي ما انا ما بلاقوش استخدام. لا طبعا احنا النهارده عايزه اقول لحضراتكم اي لبن يقطع، احنا في الصيف وده معرضين ليه كتير، فده وده حصل احنا على طول نحوش اللبن ده نعمل بيه فطير وفطاير ومعجنات وقرص ومنين وكل حاجه حلوه حضراتكم بتحبوها. انا النهارده هشتغل بس مقادير قرص سريعه جدا جدا، هقول لكم مقاديرها بسيطه وسهله. للي عايز يعملها ساده او حتى يحشيها. التمر بتاع رمضان اللي ناشف هنطريه، بننقعه في ميه سخنه مغليه شويه، قليلين مش كتير، بسيبه لما يطرى وبعدين بعمله مع بضربه بطحنه في الكبه او في الخلاط او بعجنه على طاسه على النار، وبعد ما بنعمه خالص احط له معلقه زبده بسيطه شويه سمسم، وابدا بقى ايه اخده اكوره يبقى لين وطري، وما تكتروش لا سمنه ولا زبده عشان ما ينشفش في الفرن. طيب تعالوا بقى نقول المقادير بتاعتنا. هنعمل قرص باللبن القاطع. طيب ناخد كده المقادير، قولي هل يا روان عشان انا ايه هبدا اجهز هنا حاجتي. ماشي يا حبايبي، هتنزل حلن قدام حضراتكم. بصوا بقى الجمال، يلا بينا. بسم الله
هنا مجهزاها. عندنا لو هنعمل على الكيلو دي هقول لحضراتكم المقادير: نص لتر من اللبن القاطع، نص كوبايه من السمنه، ربع كوبايه من الزيت، نص كوبايه ميه دافيه، 2 معلقه كبيره سكر، ومعلقه كبيره خميره، ومعلقه صغيره ملح، ومعلقه صغيره بيكنج باودر، ومعلقتين كبار لبن باودر. هنحشيه بتمر، او التمر ده ممكن نطعمه بقرفه، رشه قرفه للي يحب، رشه زبده، او في ناس بتحب تحط له رشه جوز الطيب. انا على الوش سمسم حبه البركه، او تسيبوها ساده اللي يريح حضراتكم. بصوا ده تمر بقيه رمضان اهو، بصوا انا فصصته بيبقى كده اهو، شويه ناشف وشويه طري، بطريهم بشويه ميه عشان بصوا يبقى طري كده، وبعدين اضربهم في الكب بيرجع ملبن، ولا يهمكم نستفيد منه. طيب هبدا احط اول حاجه. بصوا يا جماعه طبعا نقدر نعمل ده مع اللبن الاول، اوريكم شكل اللبن. هو اللبن هنا عندي قاطع اهو، بصوا شكله اهو، شايفين اللبن قطع جبن. طيب انا هعمل ايه بقى؟ هاخد كده، لازم يكون طبعا بارد شويه، مش عايزاه يبقى سخن قوي كده، فخليني اخد لوش كده اهديه اهو، ولا اي حاجه خالص اهو، اللبن قطع ولا في اي مشكله. خلاص هاخد شويه من الدقيق الاول اهو، بصوا الجمال قطع زيه زي اي لبن قاطع، مفيش مشكله. هناخده في المخبوزات فورا، في الفطير فورا، في اي حاجه نفسكم تعملوها في البيت. هاخد كده، انا طبعا حاسبه على الكيلو للي بيحب الكيلو، لكن انا هعمل نص كميه عشان عندي كميه تانية بالفعل جاهزه. طيب هناخد كده، واول حاجه بعملها مع الدقيق ده ان انا بحط السمنه عشان يبقوا كانهم اتبسوا مع بعض، الدقيق مع السمنه الاول. خلاص هضربهم كده ضربه مع بعض، بسم الله، وطبعا بحط ذره بسيطه كده من الملح. خلاص نبسهم شويه، وهبدا احط معاهم الخميره، معلقه الخميره، معلقه السكر، معلقه السكر، شويه الزيت اللي احنا اتفقنا عليهم مع السمنه، وشويه اللبن الباودريه، معلقه اختياري لو حابين، مش حابين خلاص اللبن القطع كفايه جدا، لازم يهدى يا جماعه. البيكنج باودر ليها ميزه لو حضراتكم حابينها، بتخليها متنفسه شويه، بتتنفس يعني فيها كده ايه، فلافي شويه وحلوه، وما تكتروش. انا هحط حاجه بسيطه على طرف المعلقه، يعني بصوا حاجه كده ايه خفيفه خالص مع الخميره، بصوا شكلها قد ايه، بس تخلي العجينه تتنفس. خلاص كده هحط شويه سمسم جوه، بحب قوي احط جوه القرص شويه سمسم كده، واخلط شويه حلوين، ونبدا بقى ننزل باللبن زي ما حضراتكم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم، انا طبعا مش عايزاه سخن قوي عشان ما يفسدش معايا الخميره، فخليني ايه بحط شويه شويه كده عشان يبقى متبرد. تديكم عجينه لينه ومش بتلزق في الايد. خلاص بس بقى عايزه اقول لكم ريحتها وطعمها روعه، كان حطينا رايب، كان حطينا زبادي، ماشي الكلام، طريه وليها ريحه كده مميزه سبحان الله، مع السمنه البلدي بقى للاخر. بصوا الجمال اهي، واحده اخر واحده اهي. الله اكبر، لا تخافش، المخرج يقول لي هي تطير مننا ولا ايه. بصوا يا جماعه العجينه عامله ازاي، تعالوا كده بصوا العجينه، بصوا الجمال، بصوا العجينه طريه وما بتلزقش، ما بتلزقش، خدوا بالكم. لسه بجاوب على سؤال روان بتقول لي هي المفروض يا شيف بتلزق كده، السمسم جوه العجينه يا جماعه بيديها طعم. بصوا الطراوه يا جماعه، سيبوها بقى تخمر كده في بوله لمده مثلا نص ساعه، وبعدين نبدا ناخد نقطع كور، بقطع كور كده بمسكها كده بين الصباعين دول، ده واللي في النص، باخد الكوره كده اهي، ده الحجم. خلاص باخدها كورها كده زي السره، ده لو انا هعملها ساده. خلاص واحطها هنا اهي. عايزه اقول لكم التمر ده مهم جدا يا جماعه، التمر ده من الحاجات اللي ربنا انعم علينا بيها بجد،
مهم لصحة الجهاز الهضمي وصحة الجهاز العصبي، وبيعالج فقر الدم، وبيزود الجسم بالطاقة، مضاد التهابات، بيساعد كمان ان الناس اللي عندهم ضغط بيظبط لهم ضغط الدم، مفيد طبعا لمرضى السكر بس بنسبة. صحة الأطفال، صحة العظم، بصوا يعني فوائده كتير جدا. يحطوه بقى على كوباية لبن الولاد 3 تمرات ويشربوه زي العصير ماشي مع موزة، تمام. كل دي حاجات حلوة. عندي هو صاج ما بحتاجش أدهنه، حتى لو ما فيش ورق زبدة مش مهم، خلاص لما بكوره بسيبها على الصاج ده ترتاح، وبغطيها لازم عشان وشها ما ينشفش. وانا كده بصوا عندي واحدة هي كانت متخمرة هوريها لحضراتكم. بصوا ليه لو انا هحشيها طمر، عندي حاجة من الاتنين. بصوا مثلا هفترض، بصوا العجينة دي بس ايه خمرت، دي خمرانة، بفتح كده قبل ما اعملها سرة باخد منها من التمر الطري ده زي ما هو كده. بصوا لو عجنته كده بعد ما نيمته في المية بقى حاجة بسيطة قوي، بقى طري ازاي. طيب ما طريش معايا بالظبط على طول في الكبة مع المنكهات، انا مش هشوح يا روان. هقولك ليه برضو انا عندي فكرة التشويح، لا هنشف التمر وهيتشوح وهيبقى كميل بالزبدة، هحطه جوه القرص هيدخل حرارة مرة تانية هينشف مني، اجي اقطم القرصة الاقي التمر جوه والبتاعة في بقي ملهاش اي لازمة. بصوا بقى ببدأ اقرصها كده، القرص اللي يعني شكل القرصة اللي يريحكم. عايزة اشوف هنا ايه ممكن نعملها كده بالشوكة كده مثلا، يعني 3 كده مثلا كده. ودي بصوا اللي احنا عاملينها، بصوا يا جماعة اللي عاملناها باللبن القطع عاملة ازاي. بصوا العجينة دي لو عملناها سادة، بصوا الطراوة، بصوا فردتها عاملة ازاي. ماشي أنا خلاص أمان. بصوا كده، بصوا هنا هاخد هنا واحدة كمان أهي، بصوا أحط فيها التمر بتاعنا بتاع رمضان. التمر بتاع رمضان ده يا جماعة بيتضرب في الكبة، بيطرب شوية مية، وبعدين أحط عليه شوية رشة قرفة، رشة قرنفل، رشة جوزة الطيب. بصوا كده لما أجي أحطها وهي لسه، دي بقى بتفرد معايا بتعملي واحدة كبيرة. بصوا المساحة، بصوا ما شاء الله العجينة عاملة ازاي ملبن. بصوا العجينة حاجة كده رائعة، ريحة وطعم، وحطوا السمسم جواها وقولوا لي أخبار السمسم هو جوه العجينة عامل ازاي، تيست وطعم تاني مختلف. بصوا بقى اللي عايز يحط حبة البركة على الوش يحط، يعني عايز مثلا يحط رشة كده من حبة البركة ماشي. أنا ما بدهنهاش، أنا بدخلها زي ما هي كده. وبعدين بشغل ايه؟ بشغل الاول الفرن لو عندي مروحه، بشغل فرن مروحه على حراره 180 على الشبكه في النص. بصوا دي بقى الكبار وبفتحها من النص كده بالسكينه او بعملها بالشوكه. شايفين الجمال؟ ساده بقى او بالتمر اللي موجود عند حضراتكم. لو التمر ناشف قوي زي التمر اللي احنا بنعمله في الخشاف، لا لو عندكم مفرم فرموه بعد ما اضطروه فرموه، هينزل ملبن. طعموه بقى بحته صغننه مكعب زبده بس على البارد، بلاش على السخن على النار، وبعدين احشوا بيه. وصحه وهنا على قلب حضراتكم. يلا بينا بقى دلوقتي نستعد للفقره اللي جايه، فقره مميزه يا رب نكون بنقدم فيها ردود وحلول لكل اصدقائنا اللي سالونا عن حاجات مهمه جدا، واللي كانوا خايفين من فكره ان هو ياخد اي حاجه علشان هو عايز يخس. لا الحل معانا، استنونا عشان في مفاجاه بعد البريك في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد البريك، ودلوقتي معايا ضيفتي اللي مشرفاني ومنوراني في الاستوديو، يعني انا سعيده بوجودها معايا، خبيره التغذيه بسمه السباعي. اهلا بيكي يا بسبوسه. يا مساء الفل. وانا دايما بقول لك يا بسبوسه، انا أيوه. بحبك وسعيده بوجودك معايا. وانا بحب بسبوسه اصلا. يا حياتي انت يعني بسبوسيه في نفسك. حبيبي. والنهارده احنا انت جايه تكلمينا على موضوع مهم. انا جايه اكل الاول. يا حياتي طبعا هتدوقي قمر وتقولي رايك، ده يهمني طبعا. طبعا تسلم ايدك. احنا النهارده يعني خليني اقول لك اول سؤال بيشغل ناس كتير، اكتر المشاكل اللي بتسبب زياده الوزن
وممكن نكون احنا مش واخدين بالنا منها. ألف ب سوء تغذية. اوكي بيبقى اتجاهنا ازاي بقى؟ يعني بيبقى ايه؟ سكريات ولا بيبقى سكريات بقى ودهون طبعا يعني واكلات جاهزة كتيرة. عدم حركة، في حاجات بتبقى فيها عامل وراثي برضو. فأكتر من حاجة بتسبب زيادة الوزن. اوكي طيب احنا زيادة الوزن دي بقى داخل فيها كبار وصغيرين كتير. خليني اقول ايه، احنا كل ما بنرجع للطبيعي، وعايز اقول ان في ناس دلوقتي يعني مع مثلا سي بياخد كورس عشان ينزل بيهندل اكله على المستوى اللي في البيت بشكل اللي هو رجعنا زي زمان بالحاجات الطبيعيه. فانا بضم صوتي لصوتك ويعني ايه سعيده بده. فانت كلميه بقى الاطفال كمان اللي بيعانوا من زياده في الوزن نظرا لسن مراهقه، مشاكل في الغده، قله حرق مثلا، دي ليهم حلول معانا في طبعا. بصي كل ما هو طبيعي امن، بس هناخده او هنستخدمه ازاي عشان نوصل للهدف اللي احنا عايزينه وهو الوزن المثالي لينا. اوكي يعني معانا منتجات كتيره قوي او كورسات كتيره قوي فيها منتجات او حاجات طبيعيه جدا. كويس. ودي اكتر حاجه باكد عليها، ما تكون حاجات طبيعيه ومصرحه من وزاره الصحه. كويس. طبعا هتنزل معانا ارقام على الشاشه، عايزاكم كده تاخدوها سكرين شوت وتحفظوا كده الارقام علشان نتابع مع بعض لو حد محتاج المنتجات. المنتجات دي فيها ايه او عباره عن ايه؟ فيها سوبر بسيليوم. دي حاجات نوع من انواع الالياف، ده الالياف دي موجوده في البقوليات، موجوده في الحبوب الكامله، موجوده في الخضروات، موجوده في الفواكه زي الكمثرى زي التفاح، موجوده زي في الشوفان مثلا. في كمان قشور السيليوم. طب بتعمل ايه الالياف دي؟ الالياف دي عارفه الناس بتجي ورا عمليات بالون المعده؟ ايوه. احنا بنعملها طبيعي. اوكي. ازاي بقى؟ هي عباره عن قشور بتملى جوه المعده زي الاسفنجه كده، بتمتص ميه، وهي بتتاخد اصلا بتشرب وراها ميه كتير قوي قوي قوي، ده يعني طول الوقت بيحسسنا احساس بالعطش. طب ده بيعمل لنا ايه برضو؟ هو بيدينا احساس لفتره طويله بالشبع. اوكي. ودي مشكله ناس كتيره وهي فرط في الشهيه. او فتحاني الشهيه، عارفه اللي هو داخلين طالعين، احنا بنفتح باب الثلاجه. أيوة. احنا شايفين احنا عايزين ناكل ايه، بس احنا عايزين ناكل. اوكي. فقشور السيليوم دي بتديني فتره طويله قوي احساس بالشبع، بتاخر عمليه وصول الاكل من المعده للامعاء، فبالتالي كمان الجسم بياخد وقت علشان يتخلص على الهضم بالظبط، ويتخلص من الدهون الموجوده، فبتزيد كمان عمليه الحرق. اوكي. فده بيساعدني على انقاص الوزن. يعني معنى كده ان احنا هناكل الاكل بتاعك ده واحنا مطمنين جدا. عارفه اكتر حاجه بتقرقنا ايه؟ ما تاكلش ده. يعني الناس بتبعد ليه عن النظام الغذائي والدايت؟ ما هو ده بيتعب مع الوقت، الواحد ما بيقدرش بالزبط. حتى لو كانت قدرته او ارادته قويه بالظبط. وفي نفس الوقت فكره ان انا اعمل اكل مخصوص دايت ليا غير اللي في البيت، فبكسل فما بوصلش للهدف اللي انا عايزاه. فده بيخلينا نتعامل بشكل امن شويه وبشكل بسيط. احنا بناكل الاكل العادي، ما بقولكيش ما تاكليش، لكن والاكل قدامك بس جدعه كلي بقى، يعني كل الكميه اللي انت كنت بتاكليها مش هتقدري. لان المعده اوريدي مليانه. عارفه قشور السيليوم دي بتعمل ايه جوه المعده؟ زي طبقه كده جيلاتينيه سميكه بتغلف لي جدار المعده، فبتديني احساس بالشبع. كويس. فبالتالي انا حتى لو اكلت انا مش باكل الكميه المعتاده اللي انا باكلها او متعوده عليها. أوكي. انا باكل كميه اقل. تمام. فدي فكره مريحه دايما لاي حد عايز ينقص الوزن او عايز يدعم نفسه بحاجه خارجيه بالزبط. لفتره ممكن يكون عنده ثبات وزن. في ناس كتير بتعاني من الثبات ده لاسباب كتيره، ما بنبقاش عارفين ايه السبب. هنا بقى بنروح لايه؟ أوه. للحاجات اللي بتعلي معدل الحرق. اوكي. لان ممكن يكون عندي على فكره في ناس دايما بتقول لي ايه، انا بشم بس ريحه الاكل بتخن. كلمه بسمعها كتير. ده احنا كلنا ما بناخدش فيتامين سي، واكتشف ان هو عامل اساسي مهم جدا جدا ان هو بيساعد في الحرق. يعني الناس حتى تجلط الحاجات اللي بتحصل لنا في تعويره او كدمات ما تروحش بسهوله، اعرفوا ان عندكم نقص فيتامين، لانه فيتامين سي كمان من الحاجات اللي بيعزز الكولاجين لبناء الخلايا الجلد. فده بيبقى انا شايفه ان ممكن يبقى حاجه واحده ده بيضيع مننا. يمكن احنا بنكتئب فيه في الشتاء اكتر من الصيف، بس احنا في الصيف برضو في ناس عندها مشاكل. فكره اخد الحاجات كمان دي ازاي؟ يعني فيتامين سي، يعني مثلا عشان اخد حديد لازم ادعمه بفيتامين سي عشان يساعد على امتصاص الحديد. صحيح. حاجات كلها مرتبطه ببعضها بالظبط. زي مثلا نقول مثلا زي السبانخ، اضيف فلفل الوان، اضيف طماطم، اضيف عصير ليمون، ده فيتامين سي فيساعد على امتصاص الحديد من السبانخ نفسها. صحيح. فازاي اكسب الفيتامينات والمعادن اللي من جوه الاكل؟ اوكي. هنرجع بقى لمعدل الحرق، ودي ناس كتيره قوي زي ما انت قلتي في الاول عندها ثبات وزن. هنا هو عارفه جسمها حفظ، ما فيش حرق قليل، هي ماشيه بريتم خاطئ، عشان كده جسمها بطل يحرق مثلا، او الغده فيها خمول، دي مشاكل بقى نقص فيتامين دي،
اوكي. فدي حاجات كتيره عوامل بتساعد تانية. او عوامل تانية. فهنا مثلا عندنا منتج مثلا طبيعي زي التفاح الاخضر. التفاح الاخضر على فكره من اكتر الحاجات اللي بتحتوي القشره بتاعته على الياف البكتين. عارفه البكتين ده بيحطوه بره في ايه؟ في المربات في المصانع علشان الماده الجيلاتينيه طويلة. كمان فالبكتين ده من الحاجات الالياف برضو اللي بتدي بتحسي بشعور الامتلاء في المعده. وفي نفس الوقت برضو بتساعد على تسهيل الهضم وعلى تسهيل خروج الاكل من الامعاء. كويس. ومن الحاجات اللي بترفع معدل الحرق بشكل غير طبيعي، من الحاجات اللي بتخفض السكر في الدم. كويس قوي. من الحاجات اللي بتخفض الكوليسترول الضار. واحنا هنا عندنا السكر في الدم لما بيتراكم في الجسم بيتحول لدهون وشحوم. صحيح. وهنا بنتنقل بقى لايه؟ عندي مشكله في البطن، عندي مشكله في الارداف، عارفه في عيوب كده معينه في الجسم. ما ده بقى اللي كنت هسالك عليه، الناس بقى اللي عندها زياده كامله في سمنه يعني كامله او سمنه في مناطق معينه زي البطن او مثلا في الارداف زي ما انت قلتي، اللي بيبقى عنده زيادات في مناطق معينه ده بيبقى التعامل معاه ازاي برضه؟ بصي احنا الاول بنشتغل على جسمي كتوتال. اوكي. يعني ان الجسم كله يزيد معدل الحرق والجسم كله يبقى فيه انقاص في الوزن. بعد كده بقى في كورسات ثانيه، في منتجات ثانيه، يعني هنتابع بس الارقام طبعا موجوده عندنا على الشاشه. فريق طبي بيتعامل مع كل حاله. يعني بصي ما ينفعش مثلا اقول ايه عظيمه محتاجه الكورس ده وده 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 ياخدوا نفس الكورس. كل حاله، مريض الضغط، مريض السكر، مريض القلب، المراهق. يعني اذا تنوع الكورسات لكل الحالات لكل على حسب كل حاله خاصة. والسن والعمر والحرق وكل حاجه. عملتي دايت قبل كده ولا لا؟ نزلتي قد ايه؟ طب عملتي دايت كم مره؟ طب ايه النظام اللي مشيتي عليه؟ كل ده بيتابعوا معانا الفريق الطبي، طبعا موجوده الارقام معانا على الشاشه، بيتابعوا الحاله، العمر، السن، لو في اي مشاكل صحيه، وايه الكورس المفيد او اللي هيدعم الهدف اللي احنا عايزين نوصله هو الحاله دي والجسم ده تحديدا. بالظبط. عشان كده دايما بقول ايه، بلاش ناخد عارفه انت التجارب من بعض دي عجبني وانا يناسبني مش هيناسبك. طبعا اكيد. بالظبط. واللي هيناسبك مش هيناسبني، ممكن يكون عندي حاله مرضيه معينه مثلا مش عندك، فهنضر هنا بعض بالتجارب. اوكي. فلازم يكون حد متخصص زي الفريق الطبي، هتلاقيه بيدعمك وبيسندك وفي ظهرك وبيتابع معاك بانظمه غذائيه، بانهي كورس متاح لينا. كويس. بانهي كورس ينفع علينا. طب نقصنا قد ايه؟ طب في ثبات ولا ما فيش ثبات؟ طب في تفاعل ولا ما فيش تفاعل في مع الكورسات؟ فعشان كده انا دايما بقول نسال حد دايما متخصص. وهنا احنا وفرنا بقى الناس اللي بتكسل شويه تروح لدكتور متخصص وتتابع. فاحنا ايه عارفه انت دي برضو إجهاز. عارفه انت فريق الكنبه حزب الكنبه. فالموضوع دلوقتي بقى متاح وبقى في كبار سن برضو او في ناس ما بتبقى ناس عندها مشاكل في العظم طبعا ما عندهمش وقت كتير او ما عندهمش وقت عشان الاولاد نفسهم مثلا بالزبط. يبقى في حاجه سهله ليهم تقدرهم على الحركه. ما نقدرش نقول لده انزل امشي وهو مش هيقدر. صحيح. علشان كده في عندنا لما بنتابع مع الفريق الطبي يعني واحنا قاعدين اونلاين الموضوع بقى اسهل كتير. بقول حالتي بعرف ايه اللي انا محتاجاه، ايه اكتر منتج انا بوصله. نرجع بقى لسؤالنا، الناس اللي عندها مناطق معينه او مناطق معينه، هنا بيبقى عندنا كمان منتجات تانية لنحت الجسم. اوكي. ومين فينا ما بيحبش جسمه يكون شكله كويس وشكله كده مظبوط ومتقسم صح؟ وبيعملوا منها عمليات دلوقتي. بالظبط. فاحنا طب لو في حاجه كده كويس والله طبعا، وبحاجات طبيعيه كلها. كويس. يعني عندنا مثلا حاجات مثلا زي ورق التوت، زي الكريز، كل الحاجات دي بتساعد اصلا على تفتيت الدهون المركزه في المناطق دي. الورق التوت كمان من الحاجات اللي يعني بصي معدل الحرق بتاعه اضعاف اربع اضعاف من المعدل الطبيعي. فدي حاجه طبعا مهمه جدا وحاجات كلها طبيعيه. هو غالي اصلا ما حدش هيقدر يشتريه، فخلينا ناخده اصلا. عارفه غير غالي ايه؟ فيجي مثلا حد دلوقتي بيسمعني يقول لك طب ما انا اشرب ورق توت عادي اغليه واشربه عادي. ما هي النسبه عادي. بقى المهم النسبه اللي هتاثر فيا بقى هي في كم الشحوم اللي أيوة. موجود عندي ده. بالظبط. الفكره بقى عظيمه ان هو ده مستخلص بنسبه معينه طبعاً وتركيبه معينه اكيد بالزبط. طبيا بالزبط. بشكل كويس وبنسب محسوبه اكيد. حقيقة. وايه مع ايه هيعادل ايه هيوصلني نتيجه ايه؟ مزبوط. هي معادله. صحيح. لو بص انا بقول دايما ما فيش حاجه خلقها ربنا طبيعيه ما فيهاش فايده. صحيح. بس بنستخدمها ازاي؟ مظبوط. بستخدمها بالطريقه اللي تضرني. ما هوش احسن حاجه برضه. دي حقيقه. زي القهوه الخضراء، القهوه الخضراء من اكتر الحاجات اللي معدل الحرق فيها عالي جدا جدا جدا، وبتمنع امتصاص الدهون. أوكي. وبتكسر الدهون كمان المتراكمه في الجسم. فطبعا طلعت كده يعني ترند كده في فتره، في كل الناس بتشرب ليل نهار قهوه خضراء. لا، هي مش كده. مش بالشكل ده. هي بشكل يكون منظم ومتاخد بمستخلص معين بنسبه معينه تفيد جسمي
على حسب انا جسمي عايزه انزل وزن قد ايه. واللي بيساعدنا في ده تنوه لنا على الصفحه بعد اذنك يا بسمه علشان اصدقائنا. عندنا الارقام موجوده على الشاشه كلها هنعمله، بس احنا هنتابع الارقام اللي موجوده معانا على الشاشه، ناخدها بس سكرين شوت بسرعه لو مش هنعرف نحفظها، ونكلم الفريق الطبي نقول له احنا وزننا كذا، بنعاني من مشكله معينه، اوعى نخبيها على الفريق الطبي خالص، بعاني من الضغط. الارقام على الشاشه لا بس اصل كمان دكتور دعاء سهيل ليها باع في الموضوع طبعا. وبصراحه الحالات اللي انا شفتها يعني انا عشان يعني نشوه طبعا انت عارفه بحبها قد ايه وعزيزه عليا وتعز عليا، فبشوف الحالات الحقيقيه الناس اللي جايه من محافظات كتير سعيده كتير وفرحانه بالنجاحات واللي هي وصلت له من نتائج، وعدد اوزان كتيره نزلت لا تتخيل انها تكون نزلت كل الثغرات على فكره. يعني يقول لها ده كذا، تقول له عشان انت ما عملتش كذا، بتجيب له السبب بالظبط. ولازم تراقب كمان فكره طيب هو شغال كام ساعه، طب ما يعني شكل شغله قاعد ليه بيتحرك ليه النهار، الحاجات دي كلها تفاصيل بتفرق، تفاصيل صغيره بتفرق. انتوا من خلال التليفون على فكره، والله من خلال التليفون هي دي حاجه على فكره حلوه جدا. وانا عايز اقول لك ان في ناس اوزانها حرفيا بتتعمل لها عمليات دلوقتي، لا نزلت في خلال شهور قليله جدا عدد اوزان كتيره جدا. اوكي انا شفت ده بجد وسعيده بيه جدا. شفت ناس كبار في السن وفرحت اكتر. هي صاحبه اكبر مبادره اصلا. حقيقي. طب احنا عايزين نعرف طرق العلاج بتفرق بين الحالات اللي بتعاني من شهيه مفرطه زي الناس اللي بتعاني مثلا من حرق ضعيف، ولا اللي بتعاني من حرق ضعيف هنا محتاجين نعلي معدل الحرق. اوكي فعشان نعلي معدل الحرق بنستخدم المنتجات مثلا اللي فيها التوت، اللي فيها الشاي الاخضر، اللي فيها القهوه الخضراء، اللي فيها مثلا كمان عندنا التفاح، كل الحاجات دي بتعلي من معدل الحرق. بتظبط مستوى السكر عندي في الدم، ده مهم برضه. بتحول الدهون الثلاثيه لدهون احاديه، فبالتالي بتسهل خروجها من الجسم. فدي حاجات مهمه جدا ان انا استخدمها، بس هستخدمها ازاي؟ انا دايما باكد على هستخدمها ازاي. ايوه ما ينفعش استخدم حاجه من نفسي، ما ينفعش استخدم منتج حد استخدمه وجاب معاه نتيجه. صح. مش شرط يجيب معايا نفس النتيجه. صحيح. فاقصر الطريق هو ان انا اروح اكلم الفريق الطبي اقول له انا عندي 1 2 3، ولو حد تعثر في نتيجته ما لازم يرجع تاني يتكلم ويقول انا ما حصلش كذا، فحد يقول له اعمل 1 2 3، حد يتابع. احنا كمصريين بيفرق معانا جدا الاهتمام، عارفه انت فكره الاهتمام. أيوة ما بيطلبش، لا احنا بنطلبه عادي، بنكلم الفريق الطبي وبيتابع معانا اوكي كل خطوه لحد لما بوصل للوزن اللي انا عايزاه. طب وصلت لمرحله معينه وزن معين ومحتاجه النحت زي ما قلنا، ما عندي منطقه معينه فيها دهون زياده، صحيح، هنا بيرشح لي منتج المناسب ليا برضو بعد نزول الوزن ده انا محتاجه ايه. اوكي يعني متوجه. طب تقريبا قول لنا كده في الرينج بينزل وزن قد ايه مثلا الافريج في الشهر؟ مش اقل من 12 كيلو. كويس. يعني 12 لو احنا قلنا على اربع اسابيع متوزعين يعني 4 كيلو، ده كويس جدا للناس اللي وعارفه يعني ايه 12 كيلو انزلهم في الشهر، في شكل جسمي هيبقى عامل ازاي. هيفرق طبعا. بيفرق اكيد، بيفرق في شكلي، بيفرق في جسمي، بيفرق في لبسي. وخلي بالك من نقطه مهمه جدا من اكتر الحاجات اللي برده بتكون دكتور دعاء سهيل مركزه عليها، انه لما وزني ينزل وشي ما ينزلش. هي حريصه دايما على الموضوع ده، لانه على فكره دي الحاجات اللي بتضايقنا واحنا بننزل حقيقي. في الوزن طب وشي بقى شكله، عارفه كل اللي يشوفني بتضايق جدا من القصه دي، ورجال على فكره طبعا لانه بيبان شكله اكبر وهو بنبقى متضايقين، والناس بقى جميله تيجي في وشك وتقول لك انت شكلك تعبان قوي، انت شكلك خاسس قوي، فالحاجات دي بتاثر على نفسيتنا، بتاثر على ثقتنا في نفسنا. صحيح. فالمنتجات لا، حريصه كل الحرص على ان هي تخلي شكل وشي بشكل النضاره اللي في وشي بالكولاجين، بكل الحاجات دي مهمه جدا. طب نسال بقى، هي دي برضو جزئيه فرقت معايا جدا مع الناس اللي نزلوا سالتهم فيها، بس انا هعرفها منك عشان اصدقائنا يعرفوها. بعد نزول الوزن بيكون في شويه ترهلات في الجلد طبعا. اكيد على حسب كل واحد بقى وزنه طبعا. بنعمل ايه بقى في القصه دي؟ بصي نزول الوزن وخاصه لو بنعمل كذا مره دايت، فوزننا بينزل ويطلع ينزل ويطلع، فبيحصل ترهلات في الجلد، بيحصل سوليت في الجلد، بيحصل ستريتش مارك. فموجود منتج هايل جدا انا بجد بالنسبه لي توب. ليه بقى؟ لان هو عباره عن كريم موضوعي خلاص، بيساعد على توسيع الاوعيه الدمويه اللي تحت الجلد، فبالتالي بيساعد على تكسير الدهون اللي تحت الجلد. اوكي. بلس بقى ايه بقى؟ ان هو بيشد الجلد وبيخلي فيه مرونه. ليه بقى؟ لان هو فيه كولاجين. عارفين ايه منتج فيه كولاجين؟ فيه فيتامين سي، فيه زيت صبار، فيه زيت كافور. الصبار ده رائع. جدا. فيه زبده الشيا، من اكتر الحاجات فعلا بتودي نتائج في حته تانية خالص. في بانسينول، في كاموميل،
في جنزبيل، ده في كوليكشن ما شاء الله. عشان كده انا بحب المنتج ده جدا. انا عايزه اقول لك ان في ناس قالت لي يا شيف احنا كنا بعد ما خلصنا بنتصل نطلب المنتج ده، لانه نتيجته هايله. عارفه بصي مش دايما الحاجات الموضوعيه بتجيب نتيجه، عشان بس نكون صراحه، لكن المنتج ده من كتر ما هو متركز لا فيه، لا هو بيتقال بيتاخد امتى؟ في وقت النزول على فكره، عشان كده هو بيبقى افكتيف وبيبقى نافع جدا وفعال في الوقت في اللي نفس الوقت عليه. هو بيتعمل بحركات دائريه، يعني كل حاجه ليها استخدامها، يعني ما ينفعش عارفه اللي هو كده، لا هي ليها حركات دائريه عشان يدفى ويبدا يعني يسخن. وعارفه هي الجلد يعني تحت الجلد فيه طبقات الدهون، دي مش طبقه واحده اكيد، هي كذا طبقه ورا بعض، فهو في فيتامين سي فبيساعد على توسيع الاوعيه الدمويه، وفي نفس الوقت بيساعد لما بيحصل فيه توسيع اوعيه دمويه فبتبتدي الدهون تتفتت او تتكسر كويس. فمع الاستخدام مع الفتره المعينه اللي هيحددها طبعا الفريق الطبي لينا على حسب برضو احنا واصلين لاي مرحله أوكي. بيساعدنا، غير بقى ان هو ترطيب بقى، يعني مين فينا ما بيحبش يرطب جسمه ليل نهار؟ كل المجموعه دي ما شاء الله في حاجه واحده، دي حاجه رائعه طبعا. يعني احنا مهما جبنا حاجات يعني او جبنا نوع او نوعين مش هنوصل لكم الحاجات دي، خاصه ان هي بنسب معينه وبكذا نوع مع بعض، يعني اكتر من 10 انواع، فالموضوع لا بيدي افكت حلو قوي، دي حاجه هايله. طبعا احنا قلنا للاطفال او للمراهقين قلنا من سن كام ومناسب ليهم الكورسات عشان نطمنهم، ان في ولاد انا لاحظت ان كل ولادنا الصغيرين اتجهوا للفاست فود والاكلات بره، فبالفعل كلهم في سن المراهقه حبايبي يحصل لهم حاله ان الدهون بتتخزن وفجاه بتظهر بقى مع وبتحصل عندهم مقاومه انسولين دلوقتي الاطفال كتيره، وفي نفس الوقت ما ينفعش تقولي لهم ما تاكلش ده وما ينفعش ده، فالموضوع بيبقى صعب شويه معاهم، فمن سن المراهقه الموضوع امن جدا ان احنا نكلم الفريق الطبي ونتواصل معاه، نقول ابننا او بنتنا سنه قد ايه، وزنه قد ايه، طوله قد ايه، في مشكله صحيه بيعاني منها ولا لا، اوكي جربنا معاه دايت ولا ما جربناش معاه دايت، طب جاب نتيجه قد ايه، كل الحاجات دي معلومات مهمه جدا ان احنا نبلغ بيها الفريق الطبي علشان نوصل لاحسن نتيجه احنا عايزينها، ودي حاجه مهمه. عشان كده دايما اقول للولاد لازم يتجهوا للرياضه في الفتره دي، حتى لو هو هياخد كورس يساعده، دايما اقول للامهات لازم يتجهوا لرياضه معينه مظبوط، والا هو كده حبيبي مش يعني هيوصل بس ممكن يرجع. طب احنا ممكن ننوه عن الصفحه تاني بعد اذنك يا بسمه؟ معانا طبعا الصفحه بتاعه الدكتور دعاء سهيل على الفيسبوك، ومعانا كمان كل الارقام موجوده على الشاشه للفريق الطبي. كل اللي هنعمله ان احنا بس هناخد سكرين شوت ونرفع سماعه التليفون ونتابع مع الفريق الطبي هيقول لنا اني احنا عندنا 33 كورس ما شاء الله، فمستحيل هنتكلم في 33 كورس اكيد، لكن بمجمل طبيعي هنقول انه مصرح من وزاره الصحه ان كلها منتجات طبيعيه وامنه. فريق الطب بيساعدنا ان احنا ناخد قد ايه، نسبه قد ايه، وانهي منتج اللي مناسب معايا، ولازم يعرف انا محتاجه انزل وزن قد ايه طبعا صحيح. وطبعا بنحل كل المشاكل اللي احنا بتقرقنا كلنا كستات، وهي اي ضفوف في الجسم ده بنوصل له بعد كده في ناحيه الجسم ازاي، دي حاجه هايله جدا. طيب انا يعني بصي مبسوطه انه في تنوع وانه في حاجات طبعا بقت معموله للنحت، وفي مناطق معينه، ان في ناس كانت بتتاثر قوي قصه انه في مناطق في جسمها وهي مش عايزه تخسس جسمها كله، دي حقيقه. العمليات بقت غاليه جدا، بقت غاليه ومنتشره، وفي ناس بتعاني منها على المستوى الصحي بعدها بالظبط. وخلينا نرجع نقول انه قبلها لو هي الوزن زياده قوي هتضطر انها تنزل وبعدين تبدا في العمليه، وبعد العمليه هترجع تلتزم بنظام وحميه خاصه، هتبقى في حاجات ممنوعه، هتبقى ممنوعه عنها في الاكل اصلا، خانقاها برضو، وفي حالات بتبقى نجحت يعني متصالحه مع نفسها، وفي حالات بتبقى للاسف ندمت صحيح، ودول منهم كتير للاسف. فخلينا احنا طبعا هنستكمل انا معاكي وكل حاجه، بس انا هسالك بقى سؤال يعني تاني. خليني قبل بقى ما اسال السؤال ده، علشان انا مش عايزه نقطع في النص، احنا هنطلع لبريك او لفاصل سريع وهنستسمح حضراتكم ونرجع نسال السؤال الاخير ونقول كل الداتا مره تانية، علشان لو لسه حد منضمن الفقره بتاعتنا دلوقتي مع استاذه بسمه. اسمحوا لنا فاصل وراجعين لحضراتكم مره تانية. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. سؤال مهم جدا، والحقيقة أنا اتسألته من أصدقاء ليا أو ناس كمان عزاز عليا وناس اتقابلت معاهم في أماكن يعني عامة، ولسه بقول دلوقتي لبسبوسة بقول لها كبار السن بيخافوا قوي، وخصوصا لما في حد بيجرب ويحس إن هو منزلش
بالشكل الصح، او حاسس ان هو ما تاثرش جسمه قوي بالقوه دي. صح. انا هم ما استخدموش يعني، استخدموا منتجات تانية انا ما اعرفهاش بصراحه، هم قالوا لي عليها بس انا قلت لهم انا ما عنديش خلفيه عنها، لكن انا اثق في اللي بيبقى من خلال برنامجي، لانه الحقيقه الواحد ايه بيبقى بيتكلم بقلب، لانه في الاخر هي ثقه بيننا وبين الناس. صحيح. والناس اللي جربت عارفه، وانا مش محتاجه يعني، احنا شهادتنا على ارض الواقع، الناس موجوده وتقدر مزبوط. اي حد يتواصل مع يعني معاهم مفيش مشكله. فبيخافوا من حته انه بعد الستين، والسيده اللي كلمتني دي كانت بعد السبعين، ربنا يديها صحة والعمر، فقالت لي انا هل مناسب؟ فعشان كده انا قلت اسالك، هل الجزئيه دي فيها اطمئنان للحالات اللي بتبقى معديه مرحله معينه، على ان الحرق عندهم بيبقى ضعيف؟ بالظبط، الحرق بيبقى ضعيف، هو اوقات الغده برضو درقيه خملانه، فمهم جدا مناسب، بس مهم جدا ان انا اقول كل الحالات الصحيه للحاله. اوكي، يعني بتعاني من اي عرض صحي لازم اقوله، او الادويه اللي بتاخدها بالزبط. او ايا كان بالظبط، علشان يناسبها كورس ايه معين او منتج ايه. اوكي، عشان كده احنا هنقول سريعا بس كده، عندنا مثلا زي الاناناس داخل برضو من ضمن منتجاتنا، ودي من الحاجات اللي بتساعد على حرق الدهون بشكل غير طبيعي. من الحاجات اللي فيها نسبه كبيره قوي من انزيم البرومالين، وده من الحاجات اللي بيمتص الدهون وبيقلل مستوى السكر في الدم وبيرفع معدل الحرق. كويس. قلنا طبعا التفاح الاخضر، وهو فيه طبعا الالياف اللي هي زي البكتين، وده طبعا بيمنع من تراكم السكر، لان السكر بيوصل عندي لدهون وشحوم. صحيح. عندي كمان السيليوم، قشور السيليوم، ودي من الحاجات اللي بتديني الشعور بالامتلاء والشبع، فبالتالي هاكل براحتي. أيوة. بس مش هاكل النسبه الكبيره. تمام. فورق التوت والقهوه الخضراء، كل دي حاجات بتساعد وبترفع معدل الحرق. يعني قلنا ورق التوت من الحاجات اللي بترفع معدل الحرق 4 أضعاف المعدل الطبيعي. يعني احنا ما شاء الله 33 كورس هيلاقوا فيهم مرضى سكر طبعا، كوليسترول طبعا، غده، كبار السن، عندهم مشاكل في العظام، المراهقين، في الناس اللي عندها اماكن معينه بالزبط. او سمنه موضعيه وليست في كل الجسم، كل بس ده بس شرط لازم بقول ايه عظيمه، لازم بننوه عنه علشان نكون، ولازم نكون صراحه في امانه وصراحه. انه لازم اقول للفريق الطبي انا سني ايه، حالتي الصحيه ايه، اصل في بيكذبوا في سنهم. وعلى فكره دي برضه اتقالت لي حاجه غريبه جدا. طب ما انا اقول اصلا يعني اكيد طبيعي، يعني بيبقى ليها برضو طبعا، انا ممكن اكون اي سن اصغر وانا حرقي بقى اضعف مثلا، مش هاخد النتيجه اللي انا عايزاها، مش هاخد النتيجه، هو هيقيس الكورس على السن اللي انا قلته بالظبط. حالتي الصحيه ايه، وزني قد ايه، في بعاني من حاجه معينه، باخد ادويه بشكل معينة. مستمر. ايوه، دي كلها حتى لو ادويه نفسيه يا جماعه بالزبط. ان في ناس برضو سالتني على الصف، حتى لو ادويه نفسيه الموضوع ده ملوش علاقه بده خالص طبعا. زي ما بروح للدكتور، ما انا بقول كل الداتا بتاعتي. ايوه، علشان في ادويه بتتعارض مع ادويه. صحيح. فلازم برضو الفريق الطبي مهمته يكون ايه هنا؟ على علم ده. مهمته ان هو يكون على علم بكل معلومه عندي، ان هو يتابع معايا. أيوة. ان هو يقول لي الكورس المناسب ليا، ان هو يقول لي مده قد ايه، النسبه اللي باخدها قد ايه، كل الحاجات دي فريق طبي موجود لخدمتكم وساند وداعم طول الوقت. حبيبتي ارقام معانا على الشاشه، بس خدوها سكرين شوت واحفظوها عندكم. يا حبيبتي انا سعيده بوجودك معايا بجد النهارده، يعني ضيفه خفيفه على القلوب كده، واتمنى يا رب نكون احنا يعني خفاف على قلوب حضراتكم. واسمحوا لي اشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني النهارده، خبيره التغذيه بسمه السباعي، نورتيني وشرفتيني. نورك. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على يعني الترحيب وعلى حسن المتابعه، وارجو دايما اكون عند حسن ظن حضراتكم. من هنا الحلقه جديده، اتمنى من الله ولا يكتر على الله، اشوفكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، والسلام عليكم.